إذن لي تعليق ونقاش حول هذا الموضوع. نرحب بضيفنا الآن مباشرة من عمان، نرحب بالكاتب والمحلل السياسي السيد رجاء طلب، أهلا بك معنا في المشهد. إذن هل يمكن أن نقول أن الصين هنا تستثمر في حرب غزة لدعم نفوذها في منطقة الشرق الأوسط؟ ما تعليقك؟ هذا يعني وصف يعني متطرف إذا سمحت لي. الصين لماذا؟ دولة عظمى لها الحق أن تكون موجودة في كل أماكن العالم، خاصة أنها ثاني اقتصاد قوي بالعالم بعد الولايات المتحدة، وبالتالي هي تبحث عن نفوذها. والصين كما تعلم، أنا لا أدافع عن الصين ولست متحدثا باسمها، لا تمارس الحروب بالوكالة، وأصلا لا تمارس الحروب ولا تستغل الظروف السياسية من أجل توظيفها لأسباب عسكرية. هي بكل الأحوال تريد أن تكون هناك يعني مناطق لها تستطيع من خلالها أن تحقق مصالحها الاقتصادية، ويهمها بالدرجة الأولى أن يكون هناك نظام عالمي قائم على العدالة، قائم على التوازن، وقائم على أن يكون لكل طرف تحقيق مصالحه الاقتصادية. هذا الأساس في توجهات الصين حسب ما أعلم. ولكن هل يمكن أن نعتبر أن عودة الولايات المتحدة إلى الظهور بقوة في منطقة الشرق الأوسط والتمركز من جديد في منطقة الشرق الأوسط، ألا يمكن أن نعتبر أن هذا الأمر يزعج الصين بشكل أو بآخر؟ لا، بالأساس الصين لم تكن موجودة بقوة بالشرق الأوسط. الصين يعني إلى حد كبير تحارب بوجودها بالشرق الأوسط، وهناك كثير من الشركات في الوطن العربي بما فيها دول الخليج والأردن وغيرها حوربت من أجل أن لا تكون الصين موجودة فيها، وبالتالي الصين تحارب من الولايات المتحدة عبر بعض النفوذ الموجود لديها في بعض الدول العربية. ومع ذلك الصين تعتمد على قوة اقتصادها وقوة نوعية الاقتصاد الجديد كما أسميه في اختراق الأسواق التي كانت موصدة أمامها على مدى عقود طويلة. الآن الصين تتبع سياسة القوة الناعمة، وأنت تعلم بكل تأكيد والمشاهدين الكرام أن هذه القوة الناعمة الصينية اخترقت العالم بما فيها الاقتصاد الأمريكي بالمناسبة، الذي حاول أن يعني يقسم ظهر الاقتصاد الصيني الناعم في الولايات المتحدة هو ترامب، والرئيس بايدن حاول أن يستكمل ذلك، ولكن الآن تفجرت أمامه قصة أوكرانيا، وبالتالي بحر الصين ومواجهة النفوذ الروسي والصيني في بحر الصين. ولذلك الصين ما زالت تحتفظ بقوتها الناعمة من أجل خدمة اقتصادها، وفي نفس الوقت هدفها الأساسي والاستراتيجي النظام العالمي الذي يقوم على الأمن والسلام والعدالة. وبالتالي لا أعتقد أن الصين لديها مصلحة في أي توتر في منطقة الشرق الأوسط. يعني ربما هنا حتى عندما نتحدث عن الرواية الغربية سواء الأمريكية أو الأوروبية أو الموقف الغربي الأوروبي، هو أساسا يوصف بأنه موقف داعم لإسرائيل هنا. بالتالي عند الحديث عن الأطراف التي يمكن أن تلعب دور الوساطة هنا، وعندما نتحدث عن ربما عن الصين هنا، هل يمكن اعتبار الصين من بين هذه الأطراف المحايدة التي لا يمكن أن يلام عليها بأنها منحازة لطرف على حساب طرف آخر؟ إلى حد كبير. يعني الصين ليس يعني الصين من حيث المبدأ مع الحقوق الفلسطينية بالمطلق، ولكن الصين لا تخوض أي يعني لا تود أن تذهب إلى ما تقتنع به، إلى عقيدتها أن لا تتدخل إطلاقا حربيا وعسكريا وبنفوذ أمني واستخباري، فهي تمارس قوتها عبر الاقتصاد. هذه هي الفلسفة للدولة الصينية الجديدة بعد ماو تسيتونغ، وبالتالي هي إلى اللحظة تمارس قوتها عبر الاقتصاد والتحالفات المفهومة والواضحة بدرجة كبيرة. مثلا لدينا بالأردن تعاون اقتصادي مهم مع الصين، ولدى المملكة الأردنية مثلا
تعاون قوي جدا، والسعودية أيضا كما تعلم ودول الخليج بمجملها. فبالتالي الصين لا تفرض وجودها وقوتها بالشرق الأوسط عبر القوة العسكرية كما تفعل الولايات المتحدة، وهناك فرق كبير كما تعلم. نعم، نشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا في هذا النقاش من عمان، السيد رجا طلب الكاتب والمحلل السياسي.